نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الهبة وهي العطية بغير معاوضة، وهي مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. والهدايا نوعان، هدايا للأبدان وهدايا للأرواح. فهدايا الأبدان هي ما يعطاه من الأشياء المحسوسة، وأما هدايا الأرواح فهي الدعاء. وكل من أهدى لغيره هدية بدن أحبه، وكل من أهدى لغيره هدية لروحه أحبه. ولذلك إذا أردت أن يحبك شخص فأكثر من الدعاء له في ظهر الغيب. ما أكثر أحد الدعاء لأخيه في ظهر الغيب إلا أحبه. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه فقال إن لي من القرابة ما يكون بين القرابات من الخصومات والعداوات ونحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار لهم؟ فإذا استغفر امرؤ لأخيه المسلم ولو كان بينهم عداوة أو منافسة أو غير ذلك من الأمور، فستجد أن الثاني قد شرح الله صدره لك وأحب